اهلا بكم معنا على جي اس العربي ودرس جديد من دروس تعليم اللغه الايطاليه. موجودين معاكم في كتاب فاتشيلي اد زيرو، موجودين في الوحده الرابعه اونيتا كواترو، وعنوانها ستوديو امبارو، ستوديو ادرس، امبارو اتعلم. وعنوان درس النهارده افير بيزونيو. افير بيزونيو يعني يمتلك حاجه او عنده حاجه، لديه حاجه. وأفير فوليا، أفير فوليا لديه رغبة. تعالوا نشوف مع بعض، مثلا هنا هو مطبقها على أنا، إيو، أو بيزونيو دي، أو بيزونيو دي يعني أنا عندي حاجة إلى، محتاج حاجة، أنا محتاج حاجة، فأنا مثلا محتاج تواليت أو حمام، فبقول أو بيزونيو دي أون بانيو، تمام؟ أو بيزونيو دي أون بانيو. وهنا مثلا انا محتاج منديل ورقي، محتاج منديل، فبقول او بيزونيو دي اون فاتسوليتو، فاتسوليتو، اوكي، او بيزونيو دي اون فاتسوليتو، تمام. انا محتاج فلوس، طبعا محتاجين كلنا فلوس، فبقول او بيزونيو دي سولدي، او بيزونيو دي سولدي. وده طبعا استخدام اخر من استخدامات الفيرب افير، بنزودها على الاستخدامات الاخرى اللي احنا اخدناها قبل كده، ان انا اقول او بيزونيو دي، انا محتاج الى، طبعا على حسب الفاعل اللي معانا. يعني لو انا بسالك اي بيزونيو دي سولدي، يعني انت محتاج فلوس، هنا هقول اي بيزونيو، تمام. لو انا بسالكم انتم هقول افيتي بيزونيو دي سولدي. لو احنا بنتكلم عن نفسنا هنقول ابيامو بيزونيو دي سولدي. يعني نلاحظ ان الفيربو افيري هيكون متصرف مع الفاعل، اوكي. يبقى نقولهم مره تانية، يبقى هنا عندنا او بيزونيو دي اون بانيو، او بيزونيو دي اون فاتسوليتو، او بيزونيو دي سولدي، تمام. يبقى او بيزونيو دي او افير بيزونيو دي، نصرفها مع الفعل. عندنا الاستخدام الثاني او فوليا دي. او فوليا دي يعني انا عندي رغبه في، عندي رغبه، رغبه وليست حاجه ملحه. يعني انا ما بقول بيزونيو يعني حاجه ملحه، او بيزونيو دي سولدي يعني انا عندي حاجه ملحه ان انا يبقى معايا فلوس او اموال. انما لو قلت او فوليا دي يعني انا عندي رغبه، بتمنى يعني، ولكن حاجه غير ملحه. او فوليا دي اون كافيه، او فوليا دي اون كافيه يعني انا محتاج لفنجان من القهوه، او محتاج قهوه، او عندي رغبه يعني، اوكي، مش محتاج حاجه ملحه يعني، نفسي، اوكي، نفسي في قهوه. هنا او فوليا دي اون جيلاتو، او فوليا دي اون جيلاتو يعني انا نفسي اكل ايس كريم، او فوليا دي اون جيلاتو. هنا او فوليا دي اوشيري، عندي رغبه في الخروج، ماشي، فوليا. انما لو بيزونيو يبقى انا عندي حاجه مهمه انا خارج لها، انما هنا انا بتمنى ان انا اخرج، عندي رغبه ان انا اخرج. في فرق بين او بيزونيو و او فوليا، او بيزونيو دي و او فوليا دي. بعد كده معانا تمرين رقم 4 او ايزرشيتسيو نومرو 4، سوتولينيا الفيربو كوريتو، يعني ضع خط تحت الفعل الصحيح. هنا عندنا ا، لتر ا بتقول لوي، لوي يعني هو، ا ولا او، طبعا دول تصريفات الفيربو افيري. احنا خدنا قبل كده الفيربو افيري وتصريفاته، ايو، او، تو، اي، لوي، ا، يبقى لوي ا فوليا، لوي ا فوليا يعني هو عنده رغبة، لوي ا فوليا دي بالاري، لوي ا فوليا دي بالاري يعني هو عنده رغبة للرقص، بالاري، بالاري طبعا هنا اللي هو مصدر الفعل بالاري اللي هو يرقص، ولكن في الحالة دي معناها الاسم رقص، يعني احنا بعد كلمة دي هنحط الفعل في المصدر ويعني الاسم. او فوليا او لوي ا فوليا دي بالاري يعني هو عنده حاجه للرقص، اوكي، عايز يرقص. لتر بي، نوي، نوي احنا خدنا يو او تو اي لوي ا لي ا نوي ابيامو، يبقى نوي ابيامو احنا عندنا او لدينا بيزونيو
دي دورميرة، يعني احنا محتاجين ننام، تعبانين جدا ومحتاجين ننام. هنا الحاجة فيها إلحاح، محتاجين للنوم، تمام؟ يبقى هنا noi abbiamo bisogno di dormire. اوكي، لترا تشي لين، لين اللي هو هو، لين ده اسم واحد، يا الفاعل يا ضميره، الاثنين هياخدوا اه. اوكي، لين اه او لوي اه. بيزونيو دي اون كمبيوتر، يعني لين محتاج كمبيوتر، محتاج كمبيوتر بشكل ملح، مش مجرد رغبة، مش نفسه في كمبيوتر، لا هو محتاجه، عنده شغل هيعمله عليه، فهنا بتكون بيزونيو. بعد كده معانا لترا دي لورو، هما طبعا احنا خدنا اي او تو اي، لوي ا لي ا، نوي ابيامو فوي افيتي، لورو انو، يبقى لورو انو، هما لديهم فوليا، اوكي، رغبة، عندهم رغبة. دي اشيرة للخروج، لو نلاحظ هنا كمان اشيرة فعل في المصدر ومعناه الخروج نفسه. loro hanno voglia di uscire، يعني هم عايزين يخرجوا، عندهم رغبة، اوكي، وليست حاجة ملحة، مفيش حاجة مهمة هم خارجين يعملوها، هي مجرد رغبة. بعد كده لترا ايه، io طبعا او، io ho bisogno، io bisogno di aiuto، انا محتاج للمساعدة، هنا حاجة ملحة مش أمنية، io ho bisogno di aiuto، انا محتاج للمساعدة. بعد كده لترا اف، voi انتم طبعا، voi avete، voi avete voglia، يعني عندكم رغبة، di andare al mare، يعني انتم عايزين تروحوا على البحر، طبعا ده سؤال، voi avete voglia di andare al mare. وبعد كده عندنا لترا جي، تو طبعا، تو اي، تو اي يعني انت عندك بيزونيو، حاجة دي سولدي، للفلوس، يعني محتاج فلوس، تو اي بيزونيو دي سولدي، محتاج فلوس. بعد كده عندنا لترا اك، لاي هي طبعا، ا فوليا، عندها رغبة، دي امباراري يعني عايزة تتعلم، اوكي، عندها رغبة في التعلم يعني عايزة تتعلم. نقول الجمل بسرعة، يبقى lui ha voglia di ballare، هو عايز يرقص. noi abbiamo bisogno di dormire، احنا محتاجين ننام. lin ha bisogno di un computer، lin محتاج لكمبيوتر. وهنا loro hanno voglia di uscire، هم عايزين يخرجوا. وإيو أو بيزونيو دي أيوتو، أنا محتاج للمساعدة. فوي أفيتي فوليا دي أندار الماري، عايزين تروحوا على البحر. وعندنا بعد كده تو أي بيزونيو دي سولدي، أنت محتاج فلوس. وأخيرا لاي أ فوليا دي إمباراري، هي محتاجة تتعلم أو عايزة تتعلم، تمام، يعني هنا هي عندها رغبة في التعلم. يبقى كده احنا اخدنا النهاردة او بيزونيو دي او افير بيزونيو دي، محتاج الى، هنا الحاجة ملحة وليست رغبة، واخدنا او فوليا دي يعني عنده رغبة في، هي مجرد رغبة هتسعدني لو اتحققت، ولكنها ليست شيء اساسي، يعني مش حاجة ملحة، انا هكون سعيد لو خرجت، ولكن مش لازم اخرج، مفيش حاجة انا مرتبط بيها، تمام، يبقى هنا او فوليا دي، تمام. وبكده بنكون خلصنا درس النهارده معاكم على جي اس ال عربي، على قناه اليوتيوب او على صفحه الفيسبوك اتعلم الايطاليه جي اس ال عربي. شكرا ليكم، ونقابلكم المره الجايه. شكرا.